بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للفيديوهات السابقة شفنا كيف نقدر نفعل طريقة التحقق بخطوتين، وكان من ضمن الأسئلة كان يقول تحب أرسل لك رمز التحقق على إيميلك البديل أو رقم الجوال أو على تطبيق. إيش التطبيق هذا؟ هو تطبيق اسمه حساب مايكروسوفت أو مايكروسوفت أكاونت. فكرته أنه يولد لك رموز التحقق، يعني بدل ما كانت تجيك على الجوال رمز التحقق إذا كان الجوال مثلا يطول أو ما كان عندك خدمة الجوال ما تقدر تستقبل رموز التحقق أو ما تحب إنك تستقبل رمز التحقق على إيميلك، ممكن إنك تستفيد من هذا التطبيق اللي اسمه حساب مايكروسوفت، إنك تستقبل عليه التطبيق اللي تستقبل عليه رموز التحقق. فخلونا الآن نشوف كيف نعد التطبيق هذا. طبعا أول شيء تحمله من عند جوجل بلاي إذا كان عندك أندرويد، أو من الأب ستور إذا كان عندك ايفون، وتضغط على اوبن هنا عشان تشغله. هنا يطلب منك ان نبغى نحاول نحن نبدأ الآن نسوي اعدادات هذا التطبيق، والآن بيطلب منك تدخل ايميلك والباسورد عشان يبدأ عملية الربط. فالآن دخلت اليوزر نيم والباسورد، بضغط التالي. الآن يقول لي ان خلاص تم التحقق من ايميلك، والآن ربط ارسال رسالة على الجوال بحيث انه يقول ان يعني ان العملية تمت وان تم تسجيل التطبيق هذا لحسابك. فضغط التالي. الآن يقول لي ان كل شيء تمام ونبدأ الآن نشتغل على التطبيق. فضغط له فينش. الآن في هذه الخطوة يقول ان ما عندك اي طلبات، لكن تحت تشوف يوز ا سكيورتي كود. لما اضغط عليه راح يبدأ يطلع لي الرقم اللي الآن صالح للاستخدام. الرقم طول ما ان اللي تحت الخط الأزرق موجود هو يكون صالح للاستخدام. فالآن تذكرون اني انا سويت عملية تحقق بخطوتين، نبغى نحاول نجرب عملية تحقق بخطوتين باستخدام التطبيق هذا. فسويت تسجيل دخول هنا على حسابي. الآن علشان التطبيق اول مرة استخدمه قال لي ان احنا ارسلنا للتطبيق الرقم هذا، وراح يطلع لك التطبيق الرقم هذا موجود على شاشة التطبيق. فأنت نحن ننتظر منك انك توافق عليه على هذا الرقم وتعطيه موافقة او ابروف، وبهالطريقة نكون تحققنا ان تطبيقك شغال وانت موجود. لحظة الآن، بمجرد ما أنزل الشاشة ألقى تنبيه من التطبيق نفسه يقول لي إحنا أرسلنا لك هذا الرقم، هو نفس المتشابه مع هذا، بحيث أن الآن وثق عملية ربط التطبيق مع الحساب. فأقول أبروف يعني موافق أن هذا هو الرمز اللي جاني. لاحظ الآن أن دخلني على الحساب على طول مع أني حتى حطيت أن التحقق بعمليتين. فالآن تحقق منك باستخدام كلمة مرور زائد الرمز اللي جينا على التطبيق. خلونا مرة ثانية نتأكد بعد ونسوي عملية تسجيل الدخول ونجرب كيف. الآن هذا الرمز اللي سويت عليه موافقة قبل شوي، وسويت أنا تسجيل الخروج وبدخل مرة ثانية عشان أجرب التطبيق مرة ثانية. فالآن دخلت أنا اسم المستخدم وكلمة مرور وبسوي تسجيل دخول. لاحظ الآن أن أرسل لي رمز الاعتماد وينتظر مني أني أوافق عليه. هذا هو رمز الاعتماد 5H، نفس الشيء 5H. فمجرد ما أضغط أبروف هنا على طول يدخلني على حسابي. هذا الآن لما أضفنا عملية التطبيق أو فعلنا التطبيق على الحساب. بنشوف فائدة التطبيق هذا بعدين بأنه يكون يرسل لك رموز التحقق في حالة لو كنت تبغى تتأكد أو تجرئ عملية معينة. لما تنسى الباسورد راح تستفيد من هذا التطبيق. فالآن بكذا نكون فعلنا التطبيق اللي موجود. طبعا هذا فكرته نفس فكرة جوجل أثنتيكيتر. لحد هنا الآن بنكون جربنا كل خصائص الأمان. في الفيديو الجاي إن شاء الله راح نطبق عملية كيف نسترد كلمة مرور في حالة نسيانها أو سرقة الحساب.